السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن جعلي سي إن أول عليه جس أماليات أن لقي بسدو تلو أن سي قف ولا لا ورنت أي كم وقنا سي عبسي إي مرغو آدي أدوين وحن سوح سوستي حديث النبي عليه الصلاة والسلام مال مال مها كم ده أي وحن سوق لي مساجدك مركاسة وحن لكل مي أما وكو أركي من مجي إسوها أبو أمامة أو فردي مال كم ده مساجدك مركاسة النبي صلى الله عليه أبو أمامة وحن كل هاي يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة أبو أمامو معناها محاكو كين مساجدك يدو أن لجوغن حلقي صلاة أما وقت الصلاة أبو أمامة وحو هاي هموم لزمني وديون يا رسول الله نبي قال الله وحا إقبت عليسك والولك عبسيدة والبهارك سيدو قال وحا لقويا شيء دايما آدي أدو بغني مالك مساجدك وحانو إمي دوحيتهاي إن نفت أنكو دجيو وحوغا عليسك بغني إحيستا إنو إقدقو meesha waxa ka muuqanaysa in qofka macnaha marka dhibaato noocaas oo kale ay ku timaado oo xagga nafsadiisa ama cabsi ama walwal ama walbahaar ama wax la mid ah inay ku habboon tahay qofka inuu masaajidka u soo baxsado oo masaajidka u yimaado laana masaajidku wuxuu ka helayaa tumaniina deganaansho cabsida dhan way ka baxaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlaya abu umaama wuxuu ku dhahay afala ucallimuka kalaaman idaa qultahu adhab allahu hamak وقضى عنك دينك سكوما شيغا هذل هدي اد كو هدشو الله سبحانه وتعالى وكا قاديا عبسدا وكا قاديا مرغدا وكا قاديا والبهاركا كو هيستا ان سيدو كلا الله وكا غديو معنى دينتا وهذا الادي الاول هذا الكا ياكو هميا ودهي افلا وعلمك كلاما اذا قلته اذهب الله همك وقضى عنك دينك وحبيبك انا المصطفى عليه الصلاه والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى معناها هو وحي إله أسود جيي ووحى شكل هين قفك هدو كلمة ذها قهر له إلهي إنو كقاذ يعبسر والبهارك مرغدا إيوحى لمثاء إلهي إنو كقذي معناها دينتا ما أنت هدأ تكتقف معناها دكتور سبيشاليست كونسلتنت وكله داوضا قاذو وحى شكل هين وقع في ما ليس قفك سيد الدوب أي الله خيار يسوغو آمسان إنو قع في ما ليس داودن هذا أنك هذا نوا داو قف النفس دي سداوين إيسا والبهار كهذا إيسا عبس ذا كبحين إيسا وحنا نوش يجينا حقيقة أيتهاي ونبي عليه الصلاة والسلام هو حأولي هاي هدي هذا الكأكو هذا شو أذهب الله همك وقضى عنك دينك أبو ما موحو نهبلا يا رسول الله وأبهان هاي داودا ومدا غادنا يا إيبا ما إيش أكتب وكاسا وحو نهاي قل إذا أصبحت وإذا أمسيت صبح دي مركه سو كعدو يا هبينك قلبتي مركه لغار وحا كدعيسنيسا دعاده يداه سو سقطت اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال دعاده وحدا وتهي سداد وحيالود وحديث كان نبي كو شيغاي ميدكو واد وحي تهي الهم والحزن ومحي هم و مرغو قف وكم رغوني وحصو صعدة قنعسي بلاغية وكبقية وكسارة سفر أيو دمع سيهن وآذو وكبقية امتحان أيو لاي هاي وكبقية وحو لايها شقو وحالا يسوق ينترفيو أكلا وكبقية وحصو صعدة ورن قفك كبقية تاسا وحن ويقان الهم والحزن معنى هذا وامحي ووحي تغي أيا وحي كويسا قربو تيرانيو معناه وصابو عنا يا مانتو بنا إنه هرؤس عذو حأودي ذي عقبتك نقنية وحي تجا أي عقبتك نقنية مركاسو ما أنتن حسوا صنيع لبض أبو حدا وأهو دعذن هدا عشقني الهم والحزن مد لبض نبي يقول حرها عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك من العجز والكسل إله وح كم ينقشى العجز معنى هذا وام حي قفك إنه سن أود ولهانين إنه شقدي خبت أسمية وحكم قن حرفتي وحكم قن أقانتي وحكم قن خبرتي وحي رم أي كم قن وكع جزيبة وقف محب أنسى من كريم إنه قف كسان غض إنه لاه كم ينقله والكسل معنى هذا وام حي قف كحرفتي يا كرتدي أقانتي ولا يهي لك وكع جزيبة ووهسنة يا طلاب مقاضيه ما أنت رم وجيفة تلفت إذا وحيلها قف كهرمك ودير كم تهي وقف كعليس بندوشة كسارية العجز والكسل ويوضى سعدان مر والبر وأعوذ بك من الجبن والبخل
ilaah waxaan ka magan galayaa cabsi oo qofka wuxuu u baqayaa nafsadiisa inay dhibaato ay ku dhacdo walbukhl micnaheeda waa maxay wuxuu ka baqayaa xoolihiisa in dhibaato ay ku dhacdo ama khasaarta ama hantila'aan kugu dhacda ama lacagtaada baaba'da ama aad ceer aad noqotaa waxba aaweysaada taasuu ka baqayaa haddaad u fiirsataana labadan shay mar kasta way wada socdaan qofka inuu nafsadiisa u boqo iyo inuu xoolihiisa u boqo meelo badan oo qur-aanka ka mid ah haddii laga sheekeeya nafta waxaa ku xiga maxay xoolaha haddii xoolaha laga sheekeeya waxaa ku xiga maxay nafta qofka bani aadanka always way wada socdaan mar kasta sidoo kale xadiisku waxa uu leeyahay waxaa dhahdaa wa acuudu bika min galabati dayni wa qahri rijaali waxaan kaa magan gelayaa inuu daynta ay iga tanbadiso oo aan noqdo qof ku nool dayn dayn ku gaara dadku waa arkaysaa macnaha qofka daynuu soo qaadaya daynuu ku bixinaya daynuu soo qaadaya daynuu ku bixinaya mushaar uu qaadanaya kuma filnaba oo dayntiisa ka badan khaasatan waqtiga maanta aan ku noolnahay oo qofka waxaa laga yaaba inuu qaato credit card maantao dhan waa xoqaya un kaarka waa xoqaya waa xoqaya waa xoqaya waxaa laga yaaba lacagtiisa waxay ku dhamaato waxay tahay inuu daynta ku bixiyo marka bisha ay dhamaato wax lacaga ma hayo isaa wax lagu leeyahay marka daynta dhib badan ayay leedahay qaabka daynta loo bixinayo oo qofka daynta looga badbaadinayo xadiiska laftiisa ayaa tilmaama oo sheegay oo xusay waana cajiib macnaha nabiga waxaa la siiyey aljawaamic lkalim oo macnaheeda ay tahay kelmada badan meeshuu ka sheegi lahaa inuu sheegay in yar oo kooban marka meesha u dambaysa oo nabiga u leeyahay waa acuudu bika min galabati dayni macnaheeda waa maxay qofka waxaa loo soo tilmaamay daynta inuu gaaro uu ku dhaco ama uu qaato maxaa keenaya waxaa keenaya inuu caajiso waxaa keenaya inuu wahsado waxaa keenaya inuu baqo waxaa keenaya inuu xoolihiisa uu bakiilo oo meeshuu ku bixin lahaa ganacsi wax lamida uu ka bakiilo waxaasoo dhan ayaa keenaya soo qofka haddii waxyaalahaasoo dhan ilaahay uu ka magangalo oo laga hor istaago oo laga joojiyo oo arrimahaasoo dhan loo fududeeyo oo cabsida laga bixiyo oo cajziga laga bixiyo oo kasalkii laga bixiyo maba noqonayaba qof dayn qaadanaya ma noqonayo qof wuxuu noqonaya shaqaysta qof wuxuu noqonaya xirfad haysta qof wuxuu noqonaya hor u soconaya qof wuxuu noqonaya wax qabsanaya qof wuxuu noqonaya muslim ah xayi ah oo facaal ah oo wax qabad leh ayuu noqonayaa soo maba dhacaysaba qofka in dayn lagu yeesho wa qahr rijaali waxaan kaa magan gelayaa dadku inay iqasbaan oo ay iqahraan sababta waa maxay qofka haddii dayn lagu yeesho kuleytiga lagu dhigayaa masiixo lahayna halkan dhig maanta dhan wuxuu ku nool yahay waa cabsi iyo walwal ayuu ku nool yahay oo kuleytiga la haystaa baylifa uu imaanaya oo xoolaha ka qaadaya oo guriga usoo gelaya waxyaalahaasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka muslimka ku noqda caqabad ama dhibaato ku noqda waa sideed shay oo xadiiska uu sheegay oo qofka hadduu ducada uu ku ducaysto ilaahay uu ka bixinayo uu ka qaadayo abu umaama radia allahu canhu markii ducadaa la baray wuxuu ahaa arday aad u fiican wuu qaatay wuu laazimay kadib muxuu dhahay fa facaltuhu waan sameeyey fa adhab allahu hammii waqadaa canii daynii ilaahay wuxuu iga bixiyey wixii walwal ahaa walbahaar ahaa cabsi ahaa macnaha baqdin ahaa wahsi ahaa ilaahay waa iga bixiyey waqadaa canii daynii ilaahayna dayntii waga guday sababto waxa uu noqday qof facaal ah oo wax ku ool ah oo shaqaysanaya oo soconaya oo macnaha wax qabsanaya ayuu noqday oo waxaa laga dulqaaday wixii u diidayay inuu wax qabsado oo u noqdo qof facaal ah ama qof wax ku ool ah marka waxaan shaki lahayn xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam in ay tahay daawo saxiix ah oo qofka hadduu qaato ilaahay subxaanahu watacaala uu ku anfacayo haddaba qof walba oo haysato murugo ama cabsi ama daymo lagu leeyahay waxaan dhihi lahaa subax walba iyo habeen walba waxaa laasimtaa ducada ayadaa waxaan shaki lahayn in noloshaada ay ku dhacayso isbedel aan inaba caadi ahayn oo aad samaynayso horumar aad iyo aad u weyn haddaba waxaan ikaga tegayaa insha allahu tacaala anagoo ducadaa qaadana oo ilaahayna subxaanahu watacaala uu naga qaado cabsida iyo walwalka uu naga gudo wixii daymo lagu leeyahay aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh